السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسل أو خمول الغدة الدرقية يعتبر من الأمراض المناعية اللي بتصيب السيدات بشكل أكبر، فمن كل 10 أشخاص مصابين بكسل الغدة الدرقية في 9 منهم بيكونوا من السيدات. ومع كسل أو خمول الغدة الدرقية وقلة إفرازها للهرمونات الضرورية لعمليات الأيض اللي بتتم في الجسم وأهمهم هرمون الثيروكسين، بتظهر علامات على المريض، ومن أهم العلامات دي هي زيادة الوزن بدون مبرر على الرغم من عدم وجود شهية للأكل. ممكن كمان تكون السبب في صعوبة نزول الوزن أو ثباته على الرغم من ممارسة الرياضة واتباع أنظمة غذائية قاسية. والعلامة التانية هي التحسس من البرودة والإحساس بالبرد حتى في درجات الحرارة العالية، وده بيكون بسبب نقص إنتاج الطاقة بسبب بطء عمليات الأيض في الجسم. والعلامة التالتة هي تساقط الشعر، بيسبب قلة إفراز هرمون الثيروكسين من الغدة الدرقية في ضعف وتعطل دورة نمو الشعر، وده بيظهر على شكل تساقط الشعر في كل أنحاء الجسم. العلامة الرابعة هي جفاف البشرة وحكة الجلد، وده بيكون بسبب بطء عمليات الأيض في الجسم اللي بتأثر على عملية التعرق وبتقلل منها، وده بيسبب جفاف البشرة وحكة الجلد. أما العلامة الخامسة فهي اضطرابات الدورة الشهرية، بيسبب كسل الغدة الدرقية زيادة أيام الدورة الشهرية وتدفق كميات كبيرة من الدم، وممكن كمان يأثر على الخصوبة ويسبب الإصابة بالعقم. العلامة السادسة هي مشاكل الهضم والإمساك، وده بيكون بسبب بطء حركة الأمعاء بسبب بطء عمليات الأيض في الجسم. العلامة السابعة هي بطء ضربات القلب وضعف النبض، وده بيكون بسبب كسل الغدة الدرقية اللي بيأثر على عضلة القلب وبيقلل من قدرتها على الانقباض بشكل طبيعي. العلامة الثامنة هي آلام العضلات والمفاصل، بيسبب كسل الغدة الدرقية آلام العضلات وتيبسها، وده بيظهر أكتر عند لمسها وكمان ممكن يأثر على المفاصل ويسبب آلام فيها وتورم فيها. أما العلامة التاسعة فهي مشاكل التنفس، بيأثر كسل الغدة الدرقية على عضلة الرئتين وعلى قدرتها على العمل بشكل طبيعي، وده بيظهر على شكل ضيق في التنفس أو تقطع في التنفس أثناء النوم. والعلامة العاشرة هي اضطرابات النوم والكسل والخمول بشكل مستمر، ومشاكل في التركيز والإدراك والنسيان بشكل مستمر بسبب ضعف إنتاج الطاقة وبطء عمليات الأيض في الجسم. كل الأعراض دي ممكن يكون سببها كسل الغدة الدرقية، وممكن يكون لها أسباب تانية، لكن الكشف والفحص هو أول طريق الوقاية بإذن الله. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.